أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالأصل طاعة الله، طاعة الله تجب استقلالا، معناه من غير قيد ولا شرط. وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك تجب استقلالا من غير قيد ولا شرط. ولذلك أعيد الفعل مع الرسول ولم يعد مع أولي الأمر، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، ولكن قال وأولي الأمر منكم. علاش؟ ليفهم ويشعر أن طاعة ولاة الأمر داخلة في طاعة الله وطاعة الرسول، بمعنى أن لهم حق الطاعة ما لم يأمروا بمعصية الله عز وجل. فإذا أمروا بمعصية الله فإن الطاعة إنما هي في المعروف، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إنما الطاعة في المعروف. وكما قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لذلك قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله. الله تعالى يطاع بالإطلاق دون شرط أو قيد، وأطيعوا الرسول، والرسول صلى الله عليه وسلم يطاع دون قيد أو شرط. لا تقول إن هذا الأمر أمر به الرسول وأنا لم أفهمه من كتاب الله. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أوتي الوحيين، أوتي القرآن وأوتي السنة، ولذلك القرآن دائما يقول ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب هو التنزيل، القرآن، والحكمة هي السنة. وفي السنة أشياء ليست في القرآن ولا تفهم من القرآن، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت الوحيين، أو أوتيت القرآن ومثله معه. وقال: يوشك أن يجلس أحدكم على شريكته فيقول: لا أبالي ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، وما ليس فيه لم نبالي. قال: ألا إن ما حرم الله، ألا إن ما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه.